تراجعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 42 دولار و25 سنت للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 16% عند 39 دولار و97 سنت للبرميل. وفي سياق متصل صرحت وكالة الطاقة الدولية أن معدلات تكرير الخام ستنتعش جزئيا فقط في 2021 إلى المستويات المسجلة في 2015، وأن مخزونات الدول المتقدمة من النفط انخفضت في أغسطس بأكثر من 22 مليون برميل إلى أكثر من 3 مليار برميل، بزيادة بقرابة 209 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن أداء الأسواق النفطية وبالتحديد المباحثات السعودية الروسية ينضم معنا عبر سكايب من الرياض الدكتور يوسف الشمري. مساء الخير دكتور يوسف. أهلا وسهلا أختي. نعم أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور يوسف، كيف المباحثات الهاتفية التي تمت بين ولي العهد السعودي حفظه الله وبوتين حول وضع أسواق النفط؟ ما هي أهمية هذا العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية؟ اهلا وسهلا. في البدايه المكالمه اللي جت من سمو سيدي ولي العهد لروسيا جت في الوقت المناسب، لانه احنا حاليا هنالك اجتماع قادم لمنظمه اوبك ومجموعه اوبك بلس في نوفمبر، في 30 من نوفمبر، اضافه الى الاجتماع اللي هو اللجنه الوزاريه في هذا الشهر. فهنالك حاجه في التاكيد على التعاون بين منظمه اوبك والدول المنضمه لتحالف اوبك بلس من خارج منظمه اوبك، فهي طبعا تقودها روسيا. فاعتقد انه هذا الجهود المبذوله بين المملكه العربيه السعوديه ممثله في منظمه اوبك والاتحاد وروسيا جدا مهمه في تاكيد التعاون واستمراريه هذا الاتفاق لضمان استقرار اسواق الطاقه. نعم. فلو نبي نحضر بس تاريخ مجموعه اوبك بلس، طبعا هي بدات في وجهود بذلها سمو سيدي ولي العهد من عام 2015، لما كانت هنالك في اسواق البترول كانت تعاني من تخمه في المعروض، فادى التحالف هو التحالف بين اوبك وروسيا ودول اخرى من كبار المنتجين من خارج المنظمه الى تشكيل اوبك بلس. فادت في لو نشوف بس كيف وضع الاسواق كيف كانت من عام 2015 وكيف هي شكلها الان، خصوصا بعد مرور الاقتصاد العالمي بازمه كورونا. فاعتقد انه تعاون جدا وثيق، تعاون جدا مهم وتحتاجه الاسواق على مدى السنوات القادمه. نعم، طيب دكتور يوسف، يعني كما تحدثت عن اوبك بلس وبدايتها، اليوم اوبك بلس تعتزم تخفيف تخفيضات النفط اعتبارا من يناير 2021، كيف برايك سيسهم هذا التخفيف في مثلا تحقيق التوازن في السوق النفطيه، ايضا دعم الاسعار وخفض المخزونات؟ لو نلاحظ الاسواق حاليا تعاني من نوع من القلق من ناحيه زياده في الامدادات. لو نلاحظ الانتاج الليبي حاليا عند حوالي 300 الف برميل، متوقع يصل الى 600 الف برميل في خلال 10 ايام القادمه. اذا كان هنالك في استقرار في الانتاج الليبي، اعتقد هذا قد يكون هنالك مثلا مراجعه للحصص التوزيعيه من بين اوبك واوبك بلس، لانه اوبك بلس حاليا تتاهب لزياده الانتاج بحوالي 2 مليون برميل مع بدايه العام 2021. اذا كان هنالك في تباطؤ في نمو الطلب العالمي مثلا بسبب الموجه الثانيه التي يشهدها العالم حاليا من ازمه كورونا خصوصا في القاره الاوروبيه، قد تضطر منظمه اوبك بلس الى اتخاذ المزيد من التخفيضات لو كان هنالك في تباطؤ في النمو العالمي على النفط. نعم، نتمنى دكتور يوسف الشمري أن تكون هناك يعني أو تكون الأعوام المقبلة مريحة بإذن الله لجميع منتجين النفط.